رغم الظروف الصعبة التي يعيشها السواد الأعظم من سكان محافظة المهرة، إلا أنهم يحاولون صناعة الفرحة لأطفالهم وإن كانت بإمكانيات بسيطة. فغلاء أسعار الملابس في المحلات التجارية أو على البسطات بالشوارع والتي يقبل عليها المواطنين بشكل كبير خلال هذا العام من مختلف مديريات المحافظة، قد يحرم أسر ذات الدخل المحدود من رسم الابتسامة على أطفالهم وهم يجدون صعوبة في شراء مستلزمات العيد. وقت علامة تشوف يعني كل واحد بمحل سعر، يعني الأدوات يعني مرتفعة الحين، ارتفاع الصرف يعني زاد ارتفاع الصرف والناس ما تقدر تشتري أي شيء. يعني الصرف الحين صار يعني المياه يعني صارت الحين بأربعين ألف زايد، يعني الناس الحين ما تقدر تشتري يعني إلا شخص واحد. يعني سبحان الله الحين الناس معهم أسرة تشتري يعني لمن ولمن، أو الراتب الناس الله يعلم فيها. فغلاء متطلبات الأسر وغياب الدور الرقابي على الأسعار ضعف من حجم المعاناة وجعل فرحة العيد منقوصة في محافظة لا تزال تستقبل النازحين الفارين من جحيم الميليشيات الحوثية إلى مناطق آمنة. والله إقبال المواطنين بملابس العيد هو يعني كل واحد على مستوى حاله، يعني في على حالة المواطن يعني. والله في البساطات يعني أسعارها المناسبة، الدكان يصير الدكان تقول له هذا المبلغ هذه يقول لك ب 64 ألف، هي أقل حاجة بسيطة. معاناة تستدعي من السلطات المعنية بالمحافظة القيام بدورها بدلا من ترك المواطن فريسة سهلة لجشع التجار الذين يستغلون العيد لجني الأرباح دون الاكتراث لما يعانيه المواطن من أزمات متلاحقة. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة.